يقول السائل: هل على أهل مكة عمرة في رمضان للحصول على الأجر الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا وكررنا إن البقاء في المسجد الحرام لأهل مكة وغيرهم من القادمين، البقاء في المسجد الحرام أفضل من الخروج للعمرة. خروج للعمرة جائز لا بأس، ولكن البقاء في المسجد الحرام أفضل،